بالنسبه لهذا المشكل ديال كلاب عبد الله، المجلس راه عنده واحد استراتيجي دابا، يعني سور لو كور تيرم دابا راه كنديروا الجمع ديال هاد الكلاب. راه وصلنا في هاد المده، سيدير من البدايه ديال المجلس لشهر 5 راه وصلنا لواحد العدد ديال 5300 كلب ضال اللي تجمع من مدينه مراكش. ولكن كما قلت في الدوره راه المشكل هو هذاك العدد ديال الكلاب ضال اللي كيدخلوا من الجامعات المجاوره. رغم التنسيق مع بعض رؤساء الجامعات راه العدد اللي كيدخل من الجامعات المجاوره كبير. احنا باش تكون هاد العمليه تعطي باش نقدروا يكون واحد الفعاليه ديال هذه العمليه ديال الحد من انتشار الكلاب ضال، المجلس مع شركاء وحدين اخرين غادي يبنيوا واحد المركز اللي وصل القيمه ديالو 950 مليون. هذا مشروع، هذا راه مازال ما بديناش في التفعيل ديال هذا المشروع. دابا الناس كيهضروا كيقول لك باقي الكلاب رغم تخصيص واحد الميزانيه اللي كبيره. احنا هذا راه مشروع مازال ما بديناش في التنفيذ ديالو. فاش يبدا التنفيذ ديال هذا المشروع راه غادي يمكننا اننا نقسم العدد ديال الكلاب ضاله اللي كاينه في المدينه. هنايا يبدا التفعيل ديالو، اشنا هو الحل اللي نقدروا نفعلوا؟ الحل هو ان المجهودات مع المقاطعات غادي تولي كبيره، على اساس اننا في كل مقاطعه غادي يعطيونا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الناس وندربوهم ونعطيهم واحد الفرقه، باش كل فرقه فيها اربعه ولا خمسه ديال الناس تخدم على صعيد مقاطعه واحده، باش نقدروا ناتاكيو مزيان هذاك المشكل. هذا هو الحل، لان خصنا دابا حنا نلقاو الحل دابا اون اتوندون يبدا هذاك التنفيذ ديال المشروع.